تفرع بن علي من تونس في الرابع عشر من الشهر الماضي تاركا وراءه أسئلة كثيرة أهمها مقدار ثروته أو ما يصفها التونسيون بسرقاته. ثروة الرئيس المخلوع قدرت بخمسة مليار دولار، كشف التلفزيون التونسي هذا السبت عن جزء منها إذ عرض صورا لأحد قصوره الواقع بسيدي بوسعيد. مبالغ كبيرة خبأها الرئيس بكل عناية في قصره هذا، إضافة إلى مجوهرات نفيسة تقدر بالملايين تعود لزوجته ليلى طرابلسي. لجنة تقصي الحقائق قامت بالكشف عن كنز بن علي بعد أكثر من شهر على فراره، ووعدت بتسليم الأموال إلى البنك المركزي في انتظار العثور على كنوز أخرى تخفيها جدران قصوره العديدة في تونس.